بس تصيري بتختك طمنيني. اوكي. بحبك. انا كمان. بدنا نعرف يوم دفن زوجتك ليش نكرت انها كانت حامل منك وانه علاقتكم الزوجيه كانت مقطوعه من شهور. لانه علاقتنا باخر ايامها كانت سيئه. وانا من وقت الحادث كنت مشوش ومش عم بتذكر تفاصيل. هلا يمكن يكون صار شيء بيناتنا وانا كنت شربان. ما بعرف. انا صعب علي كثير احكي بحياتنا الخاصه قدامكم. ليك استاذ سامي، هيدي امورك الخاصة عندكم بالبيت مش هون. الا اذا عم بتحاول تضيعنا وتشوش على التحقيق. وقتها بنصير مضطرين نوقفك. وبجوز نتهمك بجريمة القتل. لأنك أكثر واحد عنده دوافع وله مصلحة ينتقم من عامر الباشا وفرح حبيب، أوكي؟ سيد سامي، سألتك قبل بمرة وبرجع بسألك. ليلة الحادثة وين كنت؟ كنت بالبيت. ما تحركت أبدا؟ لا أبدا. في شهود على اللي عم تقوله؟ اختنا مرتي حكيتها كرمال اطمن على ابني شادي. حكيتها على التليفون الارضي؟ لا، على الموبايل. على كل اذا حكيها على الموبايل عنا قدرة نحدد من وين حكيت بالضبط. اعملوا اللي بدكم اياه. انا ما عندي شاهد يثبت اني كنت بالبيت هذيك الليله. بنفس الوقت انتم ما عندكم شاهد يثبت العكس. انا مستحيل اقتل ام ابني حتى لو خنتني. انا ماني مجرم. ماني مجرم. كيفك سامي؟ بدي شوفك. لا ما رح اقدر اطلع من البيت، شادي نايم. طيب انا بجي لعندك. ماشي. يلا ناطرك. مع السلامة، باي. امبارح طلعت معي هيدي الصورة. هذا أنت وعامر؟ إيه. هيدي بزحلي سنة 86. عمر مرق مثل لمح البصر. يا الله يا الله شو كنا ننبسط بس كنتوا تجوا لعنا. كنا ننط مثل السعدين، الدنيا ما تسيعنا. طنط انا بحياتي ما خبيت شي عن عامر. وهلا من واجبي بخبي عليك انت كمان. امبارح كان عندي شغل قريب على بيت عامر. قلت بمرق من هونيك وبشوف لينا اذا بدها شيء او عايزه شيء. لمحت سيارة سامي. لما طلعت احكي معها فتحت لي الباب وقالت لي انه هي لوحدها. في الليل نزلت نطرت بالسيارة. بعد شي نص ساعة سامي بينزل من عندها.
وليش رح تتخبي عنك؟ ما بعرف، بس أنا حسيت إنه لازم أخبرك. سيارة من الصبح عم تراقبني، عم بضيع وقته على الفاضي بدل ما يدوروا على القتل الحقيقي، شو هالمسخرة هي؟ صار لازم تشوف محامي. يعني بدهم ياني خاف وبلش اتصرف وكأني متهم. بس أنا ما رح فوت معهم بهيدي اللعبة التافهة. أصلاً هني لو عندهم ربع دليل ضدي، كان لقطوني من زمان وما تركوني لهلأ. شو بتشربي؟ من وقت ما تلفنتي وقلتي بدك تيجي لعندي وانا مش فاهمين شو عدا ما بدا هيك على غفله، وين كنتي؟ احكي. بعتذر، انا حاطلب سياره وامشي. وين رايحه؟ فكري انه رح تخلص السيري اذا بتمشي هلا؟ انه فكرتني انا حمار بتيجي لعندي بتسهريني وبتقولي لي قديش بحبك وانه نحن اخوات والدم ما بيصير مي وكلام فاضي؟ وين كنتي؟ احكي. كل شيء عندي ماري وحقه فرانك الا العمله اللي عملتيها، ما عم تنبلع معي انه انا مش هيك وانا مش هيدا وما بعرف شو. انت مجوزه ولا انت برا مجوزه؟ انا غلطت، كان لازم اطلب الطلاق من سامي. القصه بلشت لعبه وفجاه صار كل شيء بسرعه. شو عم تقولي؟ بعرف، لقيت حالي غرقانة بمشاعر بحياتي ما حسيتها. أنا وعمر بنحب بعض، بنحب بعض كتير. ليك أنا إذا دجاجي من دجاجاتي راحت لعند ديك الجيران بلاقيها كبيرة، كيف بدك إياني أقبلها على أختي؟ حتخبر حدا؟ هلا هذا اللي همك إني خبر حدا؟ طمني، ما راح خبر حدا، ولا في ابن مرة راح يعرف. بتفهمي لي هيدا اللي اسمه عامر انه يطلق مرته وانت كمان تطلبي الطلاق وتحطوا حد لهالمسخرة؟ ليش سهران لهلا؟ ما اجاني نوم. ليه؟ شو في؟ ولا شيء، بس هيك كنت مالي وضايق خلقي، قلت بعمل فتلة بالسيارة. والصدفة مريت من جنب المشروع تبعك وما لقيت في حدا، ولا لقيت في أضوية شغالة، ولا لقيت في صباطون مثل ما حضرتك قلت لي. عم تتجسسي علي؟ لا ما عم بتجسس عليك، قلت لك مريت بالصدفة، بعدين كثير عادي إني أسألك وين كنت. لا مو عادي، مو عادي.
هي أول وآخر مرة بتسأليني وين كنت ومنين جيت، فهماني؟ جاوبيني، فهماني؟ جاوبيني، فهماني؟ مو قبل ما أعرف وين كنت. هذا مو شغلك، مو شغلك، مو شغلك، مو شغلك، هاد مو شغلك. تشربي كوك؟ كوك يا حيوان يا كلبة، كوك كوك. وابنك ولي؟ وابنك يا كلبة، ليه جبتي؟ ليه جبتي؟ ما جبته من بيت أبي، جبته من مكتبك. مكتبي؟ مكتبي يا كلبة. أين أنت يا كنان؟ أين أنت يا كنان؟ أي يلا واحدة تانية، واحدة تانية، بالعكس بابا، بالعكس، واحد اثنين ثلاثة. أين أنت يا كنان؟ أي لا هذا الولد عندي يا أغلى شيء بالدنيا، وما برضى أبداً شعره منه تنقزة، وحضرتك أمه بتعرف شو يعني أم تاخد كوك؟ تعلمت عليه بسببك. أنا بعمل اللي بدي إياه، إنتي ما فيكي. واللي بحق لي ما بحق لحدا غيري. كنت ناوي أعطيك إياه بعيد زواجنا، لينا حياتنا منيحة، لا تخربيها. بحكيك أوكي؟ عنك عنك. ميرسي. ولو
ومين هذا اللي ركض وحمل لك الشنطة؟ هذا خيو يلي عمل مشكل معه فؤاد من زمان ووقع على السطح ومات. بعد كل هيدا بعده صاحبي مع خيك؟ فؤاد كان عم يدافع عن حاله، وذاك اللي هجم عليه بالسكينة، إنه الحق منه على فؤاد. والله يا قلبي انت خيك حياته سيرك، يعني مش ناقصه غير شوية قرود وتنين يفتح تمه ويطلع نار. انت منيحة يا قلبي؟ منيحة. الو. ايه. عال عال. يلا. ممنونك ممنونك. بخاطرك. مساء الخير سيدنا. بعتذر عم بحكيك بهيدا الوقت، بس حكوني هلا الشباب يبدو صاحبنا وقع. وصل ضابط مرور برقم سيارة سامي أبيض بجوني نفس وقت الجريمة، قريبا من النقطة اللي لقوا فيها جسد فرح. نعم وهو هيك سيدنا. بعتذر على الإزعاج مرة تانية. تصبح على خير. ليش قلت إنه فرح ما كانت حامل منك؟ حتى أنت؟ لك شو صاير لكم؟ يعني ما قلته لهذا الكلام مشان تورط عامي؟ ورطه؟ ما هو مورط خالص. لينا أنا ما عم بقدر أتذكر ولا لحظة من هذا النوع ما فرح. أنا لما قلت لك إنه علاقتنا مقطوعة صار لها شهور، أنا ما كنت عم كذب أبداً. على القليلة هيدا إحساسي، يمكن لأنه ما كانت معي، أو يمكن لأنه كنت من دون ما أقصد عم بهرب من حقيقة بشعة، إنها كانت معي ومعه بنفس الوقت. والله ما عاد عرفانة مين صدق. مش ناقصني لينا، انت شايف شو عم يصير معي. كلكم كذابين، عامر وفرح وانت والكل، كلكم كذابين. معقول فرح باهته لدرجة انك ما تتذكر اذا نمت معها او لا؟ حضرتك سامي أبيض؟ هنا. تفضل معنا. ليه؟ تفضل معنا هلا بتعرف من المخبر كل شيء. وصل الشادي على بيت سته وخلي نور تتصل بالمحامي، هي مع رقمه. تفضل. مساء الخير. شوفي. امبارح شو كان عم يعمل عندك سامي؟ ليش خبيتيه عن كريم؟ ما عم يعمل شيء، اجى يطمن علي عادي، ولما اجى هداك اللتات كريم تلبكت قمت خبيته. إذا ما في شيء بينك وبينه ليش تلبكتي؟ لك شو لكان؟ نطلع نحن اللي صرفناهم مشان يخلالنا الجو مثل ما عم يقول السيد كريم؟ كريم ما قال هيك، ولا هيك قصده؟ لكان شو قصده؟ لك رينا، أنت مثل بنتي وبنت أصول، وأنا بعرف إنه عامر جرحك، بس أنت بعدك مرته وعلى زمته، وعامر بعده عايش ما مات، ومش أنت اللي بتردي الغلط بغلط مثله. اه يعني انت خلص مصدقه انه بيني وبين سامي في شيء؟ انا ماني مصدقه شيء،
انا عم بحكي معك لاني بعرفك مربية وفهماني وما بيطلع منك الغلط. ابنك ما ناقصه امه، بكفي ابوه. شكرا كثير على النصيحه ماما صباح. والشرطه مسكته لسامي. شو سيد سامي؟ طلعت عم تكذب؟ أنا ما عملت شيء وما دخلني بالحادثة. وأنا مين مفروض صدق؟ أنت؟ ولا الرادار اللي كمش سيارتك على طريق جوني بنفس وقت الجريمة؟ نفس الطريق اللي بتوصل على المحل اللي لقينا فيه جثة مرتك؟ مزبوط، بس أنا ما دخلني. أنا ما قتلت لفرح، مستحيل أقتل فرح، حتى ما كان معي خبر بعلاقتها بعامر. أنا عرفت منك، هيك شفت شو صار فيه لما خبرتني. طيب إذا ما كنت آخذ جثة مرتك لتدفنها أو راجع على بيتك لتكمل حياتك طبيعية بعد ما قتلت ودفنتها، شو كنت رايح تعمل بجوني؟ قل لي شو كنت رايح تعمل بجوني؟ ما في لك. ليك بكره عطلة، بعد بكره بدك تتحول على النيابة العامة بتهمة القتل. مش ذكى ابدا انك تخبي عني. قل لي شو كنت عم تعمل على طريق جوني؟ ما في جواب؟ قولي له شو ما بدك، بس كيف بتقولي له اسمي؟ ما بدي وطي صوتي، ما رح وطي صوتي. اسمعوا، انا رايح اشوفه. عامر اسمعني شوي، فؤاد واحد مش كلجه، بليز ما تكبر القصص. مرحبا يا شباب. أهلين، أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أهلين فيك الأخ فؤاد. نعم، أنا اسمي عامر الباشا. أهلا وسهلا. أهلا فيك، حابب نحكي شوي إذا بتريد. إيه إيه، شرف شرف شرف، تفضل لجوا. شكرا. خليك عندك خليك عندك. أهلين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. خير؟ لا خير خير خير. الحقيقة أنا سمعت عنك كتير، وواضح بالنسبة لي إنك رجال عايش والدنيا عجنتك، فأكيد رح تفهم اللي رح قلك إياه. هلا قبل ما تحكي أي شيء، أنا هيدا اللي عم بيصير بينك وبين فرح مش موافق عليه أبدا، ولو ما الشغلة بدها تكبر وصير في فضيحة كنت تصرفت بشكل تاني وما سكتت. بدكم بعض بتروحوا بتطلقوا وبتتجوزوا. هذا الشيء منقرره أنا وفرح، وإذا بده يصير فهو محتاج لوقت وظرف مناسب، ولبين ما يجي هذا الوقت والظرف المناسب أنا ما جعبالي اسمع منك ولا حرف. يعني كأنك ما شفت ولا سمعت شيء. شو عم تهددني يعني؟ لا، عم انصحك. أخي فؤاد، هاي الدنيا واسعة كتير وما فيها شي ما بيصير. كل واحد فينا عنده ألف عذر للشي اللي بيعمله، ولما بتسمعهم كلهم بيبطل في شي غلط. فلهيك عم بقلك صدقني، لا تخسرني. ما عرفتي حتكون مكسب لك لقدام.
حاكيني إذا بتحتاج شيء. معرفة قديمة. وين انت بتعرف هيك خواجة؟ لك اعطيني سيجارة، اعطيني سيجارة. شو ما بدك تكفي الدق؟ خلص ما عاد لي خلق. يعني هلا لاني ربحان بطل تلعب؟ الو كيفك؟ شوفي ما في شيء، فكرت الباب عم يندق. بدك تروحي معي بكره على المستشفى، صار لك كذا يوم ما زرتي. بروح. حلو كتير، مبروك. الله يبارك فيكي. كان مخبي لعيد زواجنا، بس امبارح لما ضربني فما لقى شي صالحني فيه، فقدم لي اياها قبل بوقت على قولته كسبت هدية تاني. بتحكي جد او عم تمزحي؟ والله ضربني وشاكة انه يكون عم بيخوني. عم بيخونك؟ مع مين؟ ما بعرف. مستحيل يكون عم بيخونك، اكيد عم تتخيلي. لا ما عم بتخيل، عمره ما كذب علي وماله بالعادي. لينا، عامر بيحبك وبيحب ابنه كتير، ما بيتخلى عنكم كرمال اي حدا بهالدنيا. بجوز باخر النهار مرجوعه لعندي، بس بقلب النهار معي شريكه تانية بحياتي انا ما بعرفها. طب سالتي؟ ما قدرت انطق بولا حرف. امبارح فرح قلب وحش بخوف، كان بده ياني اخرس وبس. بس عامر؟ ايه عامر. انت ما بتعرفي ولا اي حدا بيعرفه، ما حدا بيعرفه قدي انا. هي عم تخبرني كم مدى اعبطها وقلها الحقيقه. هلا انه انا المره الثانيه، سامحيني واعملي فيي اللي بدك اياه، بس ما قدرت. خفتي؟
لا مش قصة خوف. أنانية. بحبك. وبدي إياك لو شو ما كان الثمن. حتى لو كان وجع على لينا. حلو العقد اللي جبت لها إياه. غيرت منها مع إنه بكيتها وطعميتها قتلة. رح أجيب لك أحلى منه. ما عم خبرك كملت قلي هيك. عم قلك شو حسيت بس. هي أول مرة بتضربها؟ جاوبني. أنت من النوع اللي بمد إيده على مرة؟ قالت لك إني مسكتها عم تاخد كوك؟ لينا؟ مسكنا زوجه لفرح. كان عم بيكذب علينا. بالاول ما قدر يثبت وين كان ساعة الجريمة. بعدين شرطة السير بعتولنا ضابط. ضابط برقم سيارته ساعة الجريمة مطرح ما لقينا جسد فرح. بس قلت لي هيدي جريمة عاطفية سببها الخيانة. بتعرفي؟ زعلت عليه. قصدك سألت عليه لأنه رجال؟ يمكن لو خنتيني بعمل ذات الشيء. أنا ما بخونك. أنا بتركك قبل ما أخونك. Thank you.
قالوا لي انك هون. ما عم بقدر اقعد بالبيت لحالي، صاير فاضي وبشع. مستفاد لها كتير، مارق فيهم كلهم هودي، بعرف شو عم تحس. بس وضعي انا اصعب، نحن منا مطلقين، انا معلق، ما عارف نحن حنبقى مع بعض ولا لا. لو شو ما صار لازم تكون منيح، لازم تكون منيح مع حالك، الباقي كله بعدين بيهون. والاهم ما تدخل حياتك الشخصيه بشغلك. نصيحه، ما بقى تلفن لها، ما بقى تروح تشوفها، ما تخليها تحس انك انت معلق فيها. ما عم بقدر. بلا بتقدر، شد حالك، صوب حالك. ايام كثير علاقات بتكون مثل تبطيل الدخان، بالاول كثير صعب، بعد شوي بتهون، بتتعود. بعدين بطمنك بكل الاحوال انتوا ما رح تتركوا بعض، بكره بتشوف. ما عم بقدر اعيش يومي من دونه. لما كانت موجوده بحياتي كان كل شيء منظم، هلا كل شيء هيك فاضي، كاني ريشه طايره بالهواء. الزواج مشكلة، بدونه صعب، معه صعب أكثر. ليه عم تضحك؟ تعريف؟ يا ريت بيقتنعوا معي وبيعملوا الزواج عقد بيمتد لثلاث سنين بس. بعد ثلاث سنين بيجي الرجال والمرأة بيقعدوا على الطاولة، بحطوا كركيبهم قدامهم وبيفكروا، بيعملوا تقييم، بيشوفوا إذا هالعلاقة بتستحق إنه تكفي أو عفى الله عما مضى، كل واحد بيروح بطريقه. أنا رح أمشي هلا، أنا بعكسك، ما بعرف نام إلا بتختي ولا حالي. شو بدك؟ ليش عم تعيط؟ بدي اعترف.